بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اليوم الخميس 2/9/2021 وصلت السيارة 11 إلى محافظة الأسكندرية محملة بأربعة طن. عدد ما وصل محافظة الأسكندرية إلى الآن 42 طن. فقد تسلمت مديرية أوقاف البحيرة اليوم الخميس الموافق 2/9/2021 جمولة لحوم صقور أضاحي تحمل 4 أطنان، ليكون إجمالي ما وصل إلى المديرية 36 طنة. وصل اليوم الدفعة السادسة من لحوم صقور الأضاحي توزيعها في شمال سيناء، وكل عام وأنتم.